ايه اللي مصحيك بدري كده يا رجب؟ معرفش ينام طول الليل، كل شوية يصحى يعيط وينام تاني. بقول لك يا حاجة، ما تروح تحضر لنا الفطار كده، أصل أنا ليا مزاج أفطر معاكوا النهاردة. بقول لك يا رجب، كان نفسي اتكلم معاك شويه، لو ينفع يعني تسيب الايباد، لو ده ما يضايقكش سيب. شكرا، كتر خيرك. انت زعلان؟ لا يعني مفيش اي حاجه مضايقاك خالص كده تقول لي عليها؟ اصلا نفسي اتكلم معاك، يعني عارف، عايز افضفض كده، اسالك وتجاوبني وناخد وندي زي الاصحاب. يعني انا نفسي نبقى اصحاب يا رجل، نفسي ما تبقاش بس ابني، تبقى صاحبي حبيبي. انا بجد اسف على اللي حصل لك، معلش. واضح ان انت مش عايز تتكلم معايا. مفيش مشكله، انا مش زعلان، والله العظيم ما زعلان، راحتك خالص. وقت يا حبيبي ما تحس ان انت قادر تتكلم معايا، انا هبقى اسعد انسان في الدنيا. ازاي بتحبني مش بتحب ماما وعلى طول بتزعلها؟ مش ماما دي اللي جابتني؟ ازاي بتحبني مش بتحب اخواتي؟ هما ليه في مدرسة مش زي اللي أنا فيها؟ أنت عمرك ما قلتلي إني بحبك ولا حتى حسستني بكده. ببعد عنك عشان عقابك وزيعك ليا، أنا على طول خايف منك. أنا آسف، ما تزعلش مني، أنا غلطان، أنا ما هقولك، أنا عارف. أنا كنت بفهمك إن أنا فاهم كل حاجة، بس أنا طلعت مش فاهم حاجة، أنا بتعلم، عايز أتعلم. بص، أي حاجة في حياتي مش عاجباك شاور عليا، قول لي دي يا بابا مش عاجبك، غيرها على طول. أنا ما عنديش أغلى. سامحني، أنا غلطان.